السلام عليكم. اليوم في هذا الفيديو بغيت نبارطاجي معكم ليكسبيريونس ديالي البسيطه في لي زونتروتيان، و بواحد لي كونساي اللي صغار اللي بساط جدا اللي سبونطاني بعيدا عن الهضره ديال تيق في راسك و الهضره ديال لي كليشي. وهذا انا بغيت ندوي غير على واحد النقاط اللي بساط، حيت كنشوف شي دراري شام بحال هكا صحابي ولا كدا كيبغيو يدفعو لان سونتر دابيل ولا شي وظيفة كيف ما كانش، وكيتبرطو بزاف بلونتروتيان. يعني جا نقول كاين اللي كيوحل غير كيقول لي غير بريزونط توا كيوحل. ف باش نتفاداو هادشي نبغي ندوي غير على واحد النقط في عجال. ناخدو سونتر دابيل كوم اكزومبل، يعني كمثال غناخدو لي سونتر دابيل. سونتر دابيل مثلا الا بغيتي تدفع ليه شنو غتحتاج؟ غتحتاج اولا بطبيعة الحال انو تكون عندك اللغة سليمة، و تا ما كانتش عندك اللغة سليمة كتقدر تميموريزي واحد لي زيكسبريسيون مثلا، اولا يعني تشوف شي كلمات اللي غادي تستعملهم، حيت انت شنو غادي تحتاج في السونتر دابيل كاع كيكون واحد لو سكريبت كيكون مكتوب، وكتكون واحد لا فورماسيون اللي كتشوف فيها كتعرف فيها على داك البرودوي اللي غادي تخدم به. ولكن قبل ما توصل لهذا الشيء خاصك تبين في لونتروتيا انك يعني قادر تخدم هذيك الخدمه. كيفاش؟ اول حاجه هي تعرف لي سونتر دابيل اولا شنو كيديروا. ملي يسولوك مثلا واش عندك اكسبيريونس في سونتر دابيل، الا كانت عندك كدوي على، الا ما كانش عندك حتى الا ما كانش عندك كتقدر، راه كاينه سيكند هاند اكسبيريونس. دابا انا غنقول لك مثلا لي سونتر دابيل شنو هما الانواع ديالهم. ملي غتمشي انت تدفع لسونتر دابيل ولا انت تدفع لسونتر دابيل، غادي ما تحتاج زعما تكون مدوزو باش تعرفو. انا دابا غادي نقول يعني بعجاله شنو كيديروا لي سونتر دابيل. لي سونتر دابيل كاين لي ميسيون دابيل وكاين لا ريسبسيون دابيل، جوج ديال لي كاتيجوري. لي ميسيون دابيل كتكون فيها لا فونت لا بريز دو رونديفو، كيكونوا لي سونداج. لي سونداج قلال شويه في المغرب استطلاع الراي. لي بريز دو رونديفو كاينين ولا فونت كاينه. فتشانا ما كانش عندك كتقد تكذب واحد الكذبه بيضاء، لانه حنا لي ريكروتور ديالنا راه لك نتي معاهم اونيت بزاف، راه مشكله عاوتاني. فكتقول عندي ليكسبيريونس، واخا هما شي مره كيقولوا كي اكزيجيو ليكسبيريونس شي حوايج اللي اصلا انت غتدخل غدير فيهم فورماسيون، ولكن ماشي مشكل. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هي تعرف البرودوي اللي غادي دير عليه، اللي غادي يعني غادي تبيعه مثلا ولا غادي تخدم به. ولا مثلا كنتي في الكاتيجوري الثانيه ديال لا ريسبسيون دابيل، كتكون مثلا في سيرفيس كليون ولا في سيرفيس تكنيك. مثلا في سيرفيس تكنيك كتكون بحال داك خينا اللي كتعيط ليه في اتصالات كيقول لك هذا الخيط هذا ركبوا هنا، هذا البول هذه شاعله كذا كذا. وكاين سيرفيس كليون العادي هو كيكون داك الشيء صغير، مثلا بغيت تبدل السميه نون دو جيزاتور، بغيت تاكد من شي ترانزاكسيون الى اخره. فهذه هي المساله الاولى. الثانيه هي يلفو سيكسبريمي افيك ايزونس، يعني خاصك تكون عندك واخا تكون حافظ ما تبينش انك حافظ. مثلا ملي تكون داوي على راسك ماشي تبدا تعرض جو سوي سمير بناني جابيت اكازا جي اتودي ا ليكول سوبيريور دو كوميرس كذا كذا. لا، دوي بشويه تخلي لي بوز بين الهضره. انا جي اتودي à la faculté des lettres et des sciences humaines, j'ai obtenu ma licence en 2008, kada kada. Ça fait que 12 000 bêtes. J'ai opté pour un master en ingénierie, kada. Mouim, ou la chilaïbe palaka, architecture, ou la ilaïbe, traduction, likan. Mouim, que tu es la rasque. وهاد كاين واحد الكوتش انا عجبني كيقول لك لونتروتيان جانوني دو كيستيون سوسيبتيبل دو ميتر ا رو دي بروف لي كاباسيتي دو ريزونمون اي دو كومونيكاسيون دو كانديدا. وهنا كيداون على لونتروتيان كيف ما كان، ماشي غير لي سونتر دابيل. واخا تكون غتخدم في اي حاجه
راه الهدف الاول والاخير راه ماشي هو يعرفك شنو عندك، حيت الا بغى يعرفك شنو عندك راه السي في كافي، هو باغي يشوف لي كاباسيتي دو ريزورمون وديال لا كومونيكاسيون. قلنا حيت هما الا كانوا محتاجين غير لي كومبيتونس ديالك راه غادي يلقاهم في السي في، ها الدبلوم ديالك فين خديتيه، ها سميتو، ها شنو كتعرف دير كذا كذا، ولكن هما باغيين اكثر يشوفوا كيفاش كتعامل مع الاسئله، كيفاش كومون تو تيكسبريم وكذا وكذا. ونخليو كيف ما قلنا لي بوز، ما نبداوش نعرضو، نخليو دي بوز ما فيها باس، مره مره on peut interagir avec هذاك الانترلوكوتور ولا avec هذاك الانترفيوفر ولا هذاك خاين اللي كيسولك، الريكروتور ولا شكون هو، ما يعني حتى هو كتسولو مره مره، حتى هو كتحطو في واحد السيتوياسيون اللي اخدوها غلط، فهمتي؟ ماشي ما تبقاش مزير راسك انت بحال غنمشي ها ونميموريزيو لي زيكسبرسيون. راه ما كاينش شي واحد اللي كيدوي الفرونسي مثلا، قليل قلال هادو في المغرب، غير الناس اللي عندهم واحد الباركور سكولير، قراو في واحد المدارس معينة ولا كبروا في واحد الأوساط معينة اللي كيقدروا بوف مانتونيغ واحد لا ديسكسيون ولا واحد لا كونفرساسيون ديال 2 ساعة بالفرونسي هانية ماشي مشكل. ابار سا راه الأغلبية ديالنا راه مكنعرفوش، راه دفعنا لي زونت دي سونتر دابيل وتقبلنا فيهم، ودي سونتر دابيل كبار وبلا ما نكونوا يعني كان ماتريزي الفرونسي مزيان، راك حيت ما محتاجش بزاف، راه قلنا كيكون عندك سكريبت واجد كاش بريزونتي راسك مزيان، كتعرف المهم كتعرف دوي داكشي لي بازيك شي شويه، وكتطورو مع الوقت، كتشوف لي سوندر دابي شنو كيحتاجو، خاصك تعرف تسول لو كليون شنو بغيتي، كومون بويج فو زيدي كذا، كومون بويج فو اسيستي، ميرسي بور فوتر ابيل. المهم هادو دي زيكسبريسيون لا ستوندار، لا روبوات يقدروا يعلموهم يوليو كيقولوا هادشي، ودوك المهارات الاخرين راه كيتعلموا مع الوقت. ونميموريزي ولا زيكسبريسيون، تعلموا نميموريزي وعقلوا على دي زيكسبريسيون لي زوينين، ماشي ديك الفرونسي مدرجه. Mon relationnel est aisé, j'ai opté pour cada, la semaine où j'ai choisi cada cada, j'ai opté pour ça, j'ai opté pour adi. ملي جبت تقول من بعد ما خديت الدبلوم، نقول ابخي لوبتونسيون دو مون دبلوم جي مثلا في اون فورماسيون في هذا لو دومين هذا ولا كذا. المهم كتبقى تسلك راسك. كاينه حاجه اخرى هي اللي كيقلبوا عليها في لونتروتيان، هي ما كيبغيوكش تقول لهم مثلا باين بريكولي معاكم في الصيف ونمشي، لا خاصك ديما تبين انك باغي تبقى انون تيرم، بغيت جو في ماميليوري و زعما او نيفو دو ما كارير او سان دو سيت اونتربريز وكذا وكذا، وبغيت فهمتي باغي ندير هذا، وقولي باغي ندير شي حاجه في هذيك مثلا، دخلت شي سونتر دابيل قولي بغيت نولي فورماتور، فهمتي باغي نولي انا اللي كنفورمي، باغي نولي تيم ليدر، باغي شي حاجه بحال هكا باش تبين لهم انك موتيفي في هذاك البوست. والميتريز دو برودوي مثلا، كنتي عارف راسك راه غتمشي غتبيع لي بانو سولير، سير قرا شويه على لي بانو سولير، الفوتو فولتايك كذا، داكشي كيفاش خدام. كنتي غتخدم مثلا مع تبيع دي شين، لابونمون ديال دي شين ديال لي دوكيومونتير، سير قلب. وتا انا ما كنتيش عارف، راه ماشي مشكل ما تعرفش الاجابه، راه شي مره ان تبين انك ما عرفتيش ولكن تقولها بواحد الطريقه اللي مزيانه، احسن من انك تكون عارف ولكن ما حافظ. مثلا يقولك شي واحد شي سؤال تقول لي مثلا هاد لا كيسيون ما نقدرش نجاوب عليها بلا بريباراسيون زعما، و جو سوي با يعني شنقولو بحال ماشي مؤهل، جو سوي با كاليفي بور ريبوندر على لا كيسيون مثلا. هناك شبين انك بلو ماتور كو شي واحد اللي يقول لي شنو بالك في المشكل هذا النزاع هذا اللي كاين بين جوج دول، يبدا يدوي فيه، راك تبان حسن، كتبان بلو ماتور كو هذاك الشخص اللي عنده الجواب واجد. بحال فاش كيقول لك لي ديفو كتبدا عليهم بيرفيكسيونيست كذا، هاد الاجوبه هادو راه لك تي كلاسيك، راه ما يبغيوكش، فهمتي؟ بالعكس قال لك لي ديفو قول لي مثلا انت خرج وانت على الموضوع كاع، وما غيدي ما غيجيب، حيت هو باغي كيكون باغي غا يكمل معاك الكونفرساسيون شي مره.
تقول لي مثلا انا ما نقدرش زعما ندوي على دي ديفو الصراحه، ما نقدرش نفكر فيهم دابا زعما، ما واجدينش عندي في بالي، ولكن جو بو فو راكونتي اون انيكدوت كذا اللي فيها واحد بالي انه فيها واحد ديفو كذا، ولكن كنحاول نتعلم منها مع الوقت. والمهم انت ديه فين بغيتي، خاصك في لونتروتيان تكون انت قادر انك يعني مهم. والنقطة الأخرى هو طبيعة الحال راه في أي اونتروتيان راك تكون لا فورم، لو فون اي لا فورم، أي واحد بغى يعرفك انت كيفاش كت يعني شنو عندك، كيشوف لو فون طبيعة الحال لي ديبلوم شنو هو كتقول، وكيشوف كيفاش كتقول داكشي لا فورم. وكاين اللي كيقول لك راه لا فورم شي مرة هي بلوز امبورطون كو لو فون، الطريقة كيفاش كتقدم داكشي شي مرة كتكون أهم من داكشي في حد ذاته. كتعرف تسوق على داكشي اللي كتقول، كتعرف تعبر على راسك إلى آخره إلى آخره. ما يعني ما تقولش انا ما نقدش، ما تسوزيستيميش راسك، فهمتي؟ و كيف ما كان الحال جاوب امبروفيزي، تعلمت امبروفيزي ديما ربط هذاك السؤال بشي حاجة أخرى، وانت انا ما عرفتيش جاوب راه ما فيها باس تقول هاد لا كيسيون هادي ما عرفتش نجاوب عليها. وملي يقول لك مثلا في الاخر واش عندك دي كيسيون، ماشي تقول لي ما عنديش دي كيسيون، سولو مثلا على لونتربريز الا ما عرفتيش، على الاقل قول لي غير مثلا شي جواب ما كانش مقنع، قول لي مثلا طون كو مي ريبونس زعما ما كانوش ساتيسفيزونت بور فو، زعما شنو لا ريبونس ولا زعما كيس كو فو بروبوزي كوم ريبونس على هذا السؤال هذا، شنو كتقترح انت كجواب على هذا السؤال هذا مثلا، نجي غير باش تعرف مره اخرى. وانت تقدم ليش بالي بحال هكا انتريسي، يقول هذا راه راسو خفيف فهمتي، بغا يتعلم وكذا هذاك الشيء، وعاوتاني داك الشيء كيبقى ما كاجيب عاوتاني، فهمتي؟ هذه نقطه اخرى نقدروا يعني نستغلوها في هذا الشيء هذا. وحاجه اخرى عاوتاني، ملي مثلا في الميتريز دو برودوي نقدر مثلا يقول لك شي برودوي اللي انت ما عارفوش، مثلا ما كنتيش عارف قبل انه هذاك هو البرودوي، قال لك واحد البرودوي تقدر في بلاصه ما تبدا تختار عليه وتقول ليه راه جي اوكون ايدي على هادشي، ولكن راه مع لا فورماسيون هذا جيسبر زعما جيسبر ميتريزي لو برودوي فيغ لا فان دو سيت فورماسيون مثلا، فهمتي؟ تبين لي انك انت عارف انه في لا فورماسيون راه كيتشرح داك الشيء وكذا، راه لا فورماسيون تقول لي راه لا فورماسيون كتكون ديتايي وغادي نفهم كل شيء وكذا، فهمتي؟ وفعلا راه داك الشيء اللي غادي دير في لا فورماسيون غتبع وكذا، وما يكون غير الخير. وشكرا على المتابعة.